السلام عليكم، اجي نشوفوا التعاونيات اللي عندهم مشكله في التسويق. اشنو من ركائز ديال الاستراتيجيه ديال التسويق اللي هما دي تسماو لي 5 بي، خمسات البيات. اول حاجه هي برودوي، المنتوج. هذا المنتوج خص يكون عنده جوده، خص يكون عنده الشواهد ديالو، خص يكون بالكميه المناسبه الى القيد شكليا. ثاني حاجه هو لو بري، الثمن. هذا الثمن خصو يكون محدد بطريقه علميه. اول حاجه تعرفوا التكلفه ديال الانتاج، تعرف المنافسين ديالو شحال الثمن ديالو باش نحدد الهامش ديال الربح اللي بغيت في هذا المنتوج ديالي. ثالث حاجه هي لا بروموسيون او نقولوا الاشهار، يعني واحد الاستراتيجيه ديال الاشهار ديال المنتوج ديالي او الخدمه ديالي باش يعرفوها الكليان المحتملين ديالي. رابع حاجه هو لا بلاس، اي المكان او التموقع ديال المؤسسه ديالي، يعني خاص البرودوي ديالي نقربو من الزبناء. الا ما عنديش نقاط ديال البيع خصني نشوف فين نحط البرودوي ديالي باش انه يكون قريب من الزبناء. خامس حاجه هي لا بيرسون، هو الشخص اللي مكلف بالتسويق. هذا الشخص خصو يكون فيه مواصفات ديال التواصل، ديال يعني الالتزام، وكذلك انه تعرف المقومات ديال المنتوج، تعرف للمنافسين ديال المنتوج او المنتوجات البديله. دونك هاد الخمسه ديال الركائز ديال الاستراتيجيه ديال التسويق خصهم كلهم يمشيو على التوازي وكلهم نخدموا فيهم باش نقدروا نديروا بلاصتنا في السوق وامام المنافسين.